جديدة بجد التحية بكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان من أرض الحلم اللي أصبح واقع، الحلم اللي حلم بيه كل جيل من أجيال النادي الأهلي. النهاردة يوم تحقيق الحلم واليوم الواقع. يسعدنا أن يكون معنا في هذه الأثناء الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي، اللي يعني بيشهد لحظة من اللحظات التاريخية اللي بيحلم بيها كل من ينتمي لمنظومة النادي الأهلي. دكتور سعد، برحب بحضرتك على شاشة قناة النادي الأهلي. لحظة من اللحظات اللي حلم بيها أجيال كتير في النادي الأهلي بتتحقق وتتحقق في وجود ومجلس إدارة الكابتن محمود الخطيب ليشهد التاريخ على هذه الحقبة التاريخية في عصر النادي الأهلي. يعني خلينا نهني جمهور النادي الأهلي العظيم بهذه اللحظة التاريخية اللي الجميع فخور بيها، سواء كان جمعية عمومية، سواء كان مجلس إدارة النادي الأهلي، سواء كان إدارة تنفيذية، سواء كان شركة التحالف القلعة الحمراء، سواء كان أيضا أعضاء التحالف وهي مؤسسات عالمية ضخمة كبيرة. يمكن احنا النهاردة شفنا صورة مدروسة بشكل دقيق جدا جدا لكل العمليات اللي هتتم أثناء المشروع، عمليات التمويل، وبتاخدها واحدة من أكبر الشركات اللي موجودة في الشرق الأوسط وهي شركة بلتون، وهو الممول لهذا المشروع أو المسؤول عن الاستثمارات المالية لهذا المشروع. أيضا الشركة التي تقود تحالف المقاولين وهي شركة تروجن، وهي أكبر شركة مقاولات في الشرق الأوسط، تضم تحتها أيضا واحدة من كبريات الشركات المصرية الكبيرة وهي شركة مصرية للمشروعات. في الحقيقة السادة المستشارين على أعلى مستوى وهم لهم خبرات كبيرة، سواء كان السيد ستيفن وما يضم من فريق عمل كبير أيضا. في الحقيقة موضوع كله مش قادرين نعبر عن الفرحة، لأن احنا بنخدم قطاع هو الأكبر في العالم من حيث الجمهور، هو الجمهور النادي الأهلي. جمهور النادي الأهلي بيقوم بتضحيات كبيرة، وعشان كده احنا النهاردة الفخر جاي من ان احنا بنقدم حلم لهذا الجمهور الذي يحلم بان يكون له استاده الخاص، والذي يمكنه من الاستمتاع بالمباريات في ملكيته الخاصة وهو استاد النادي الاهلي. الاستاد كمان بيضم مجموعة من المشروعات، عندنا فندق، النهاردة عندنا فندق موجود وعارفين مساحته قد ايه، وعارفين عدد الغرف اللي موجودة ومستوى النجوم اللي هو موجودة فيه. ايضا عندنا النهاردة مدرسة لساعة 1500 طالب، عندنا جامعة ساعة 5000 طالب، عندنا كل معلومات واضحة، عندنا متحف رياضي، وبالتالي هي مشروعات استثمارية هي الأضخم على الإطلاق ما بين كل الأندية الرياضية اللي موجودة، حتى مع تقديرنا واحترامنا للأندية العالمية لا تمتلك هذه المشروعات إن شاء الله في مستقبل المشرق للنادي الأهلي. ألف مبروك لمجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب، ألف مبروك للجمعية العمومية الموقرة. وفي الحقيقة كمان خليني أأكد حرص الكابتن محمود على أن الخدمات الجمعية العمومية الموقرة يجب أن تكون لها مصادرها التمويلية الخاصة، ولا يتحمل أعباء هذا المشروع أي أعباء على الموازنة العامة للنادي الأهلي، ولا أيضا يقدم النادي الأهلي أي ضمانات بأي أصول مملوكة للنادي الأهلي ومملوكة لجمعيته العمومية. وهذا أيضا خبرة مجلس الإدارة بما يضم من كفاءات كبيرة في كل المجالات في الحقيقة برئاسة الكابتن محمود. عايز أختم مع حضرتك، في 10 أيام الأهلي نظم نهائي بطولة أفريقيا وفوزه بالبطولة الأفريقية، والنهاردة تنظيم هذا الحفل، أعتقد حدثين في 10 أيام. الإدارة التنفيذية في النادي الأهلي على مدار الأيام الماضية كانت العيون لا تنام، النهاردة إن إحنا بندي لك جزء من حقك على مدار الأيام الماضية، دور كبير جدا للإدارة التنفيذية ممثلة في الدكتور سعد شلبي. يعني خليني أشكر حضرتك على هذا السؤال عشان سمحت لي بالفرصة. نشكر زمايلي كلهم في الإدارات التنفيذية في النادي الأهلي، الإدارة المالية، إدارة العلاقات العامة، إدارة الإعلام، إدارة المشتريات، إدارة الآي تي، إدارة الاشتراكات، إدارة الأمن، السادة مدير الفروع، كل زمايلي في الحقيقة في النادي الأهلي قاموا بجهد عظيم خلال الفترة الماضية، وأعتقد كان عندنا فيلم أتمنى أن أنتوا تزعوه عشان يشوفوا إبداعات الإدارات التنفيذية داخل النادي الأهلي. ولما أقول إبداعات الإدارة التنفيذية داخل النادي الأهلي، هي مش وليدة هذه اللحظة، ده وليدة إرث كبير من سنة 1907 استلمناه من أساتذتنا الأفاضل الموقرين. في الحقيقة استلمناه بمهنية وبحرفية وباحترافية يشهد بها الجميع، ومش احنا اللي بنشهد للنادي الاهلي بالاحترافيه والمهنيه، عندنا خطابات رسميه من الاتحاد الافريقي لكره القدم بان النادي الاهلي هو صاحب المهنيه والاحترافيه في عمليه اداره صناعه الرياضه على راسها كره القدم، عندنا ايضا خطاب من الاتحاد الدولي لكره القدم يعكس ويقدر احترافيه ومهنيه النادي الاهلي وادارته التنفيذيه.
لكن هذا لا يأتي إلا أن يكون هناك سلاسل وتروس تعمل مع بعضها البعض، يقودها مجلس إدارة موقر، يعلوه جمعية عمومية موقرة تستطيع أن تختار مجلس إدارة يستطيع أن يحقق طموحاتها وأحلامها، وأيضا يستطيع أن يحافظ على الثلاث كلمات، على هذا التاريخ العريق وعلى هذه المبادئ الرصينة المتزنة، وأيضا يقوم بعملية تطوير يفتخر بها كل من يعيش هذه اللحظة وسوف يفتخر من في المستقبل بها. كل الشكر لحضرتك يا دكتور سعد، وكل الشكر للإدارة التنفيذية. النهاردة يوم بنرد لكم حقكم على المجهود الكبير جدا، مستنيين منكم كتير جوه النادي الأهلي، عودتونا نحلم والحلم بيبقى حقيقة. شكرا جزيلا يا أستاذ فاروق.